مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا التاسع مخصص لفئة الابكار الفطام. مسافتنا هي الكيلو والنصف. أبدأ مباشرة ليتعرف على أهم الأولى، يقدمها سلطان بن علي بالهناوي الكتبي. يقدم لنا أهم الأولى مع المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية حميد بن حران بن حميدان الفلاسي يأتي على المركز الثاني. والمركز الثالث هناك القادم المايدية خليفة بن سعيد بن عبيد بن ضاعن الراعي هامان يتقدم على المركز الثالث، باحثا عن الفوز وباحثا عن الانتصار، ايضا الوصول والقدوم ايضا بهذه اللحظات مع انطلاقه هذه الاسماء القويه والشعارات المميزه. حمد بن خميس العويسي قادم مع شاهين، والاسهام قادمه، ولكن البدايه ومع الشاهينيه، ولكن هملوله مع المركز الاول. يقدمها سلطان بن علي بالهناوي الكتبي مع المركز الاول، لكن المركز الثاني الشاهينية عامر بن حميد بن عامر العمري يقدمها على المركز الثاني. المركز الثالث تأتينا الشاهينية حمد بن سعيد بالحب العامري قادما بكل قوة، والاسامي قادمة والضبي قادمة خليفة بن سالم بالضبيعة، ولكن هملولة بالهناوي. روح يا ابو علي، روح يا سلطان، يا بن علي، يا بالهناوي. ولكن العمري قادم وحمد بن سعيد بالحب قادم من الجانب الاخر. اللحظات الاخيره ما بين العمري ما بين حمد بن سعيد بالحب، مع اللحظات الاخيره العمري وايضا بالحب والعمري. لمن الفوز ولمن الانتصار؟ ولكن العمري مع الفوز ومع الانتصار. قدمها عامر بن حميد بن عامر العمري المركز الثاني، الحمد بن سعيد بالحب ايضا العامري من تقدمت عرض تشكر عليه. اما المركز الثالث اتتنا الخليفه بن سالم بالضبيعة على ما اعتقد. تهانينا والناموس، التوقيت دقيقتين و19 ثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. العامر بن حميد بن عامر العمري على هذا الفوز والانتصار وعلى هذا العرض اللي قدمته الشاهينية.